يوسف بالنسبه للاعيبه الاهلي الدوليين كمان بالذات، يعني احنا بنتكلم على عدد ماتشات لا حصر له على مستوى مشاركتهم مع الاهلي، ضيف على ده كمان الدوليين منهم بيلعبوا مع منتخباتهم وجنوب افريقيا واصله لغايه نهايه المشوار. يعني يا احمد ده مش مبرر يا احمد، مش مبرر. طب ما بقيت زمايله، طب ما هاني فين؟ طب ورامي فين؟ ومنعم فين؟ طب وامام عاشور فين؟ احنا خرجنا بدري بدري يا كابتن عادل، برضه احنا خرجنا والبطوله بدري بدري، منتخب مصر يعني ودع بدري بدري. بس النادي الاهلي انت بتلعب كام بطوله؟ لعبت كام بطوله؟ لعبنا بطولات كاس عالم انديه وبعدين بتاع ده البطوله الافريقيه، السوبر المصري انت عملت كمان السوبر الافريقي في وقت غريب جدا، انت لسه ما بتعمل فتره اعداد ورحت داخل على سوبر. الراجل الحكم، انا اسف ان انا بتكلم على التحكيم، الراجل لغى لك جول بتاع كهربا وضرب الجزاء ملهاش حل، لا ده لا حسب ده، وعلى طول وشه على طول بيحذر في لعيبه الاهلي، انت جاي تدي للسوبر للفريق جزاء ماشي بس مش كده يعني، تبقاش بالشكل ده، خليك حريف يعني. يعني فانت البطولات اللي انت بتلعبها دي ده مش بيرسي تاو، حتى الحاجه اللي هو عملها الماتش اللي فات انا طبعا ما كنتش شفتها، لكن عايز اروح حسين و بيرسي تاو محتاجين يرجعوا نفسهم تمام. لان الجمهور حساس وعارف انه الاثنين دول. طب خليني اقفل الاهلي بسؤالين كمان في اللي جاي، عندنا ماتشات دوري، عندنا بطولة كاس، نمرة واحد الأول، مين الأنسب من وجهة نظرك؟ عندنا فترة راحة وعندنا فترة نحضر للماتشات اللي جاية إن شاء الله، مين الأنسب للتعامل مع غياب علي معلول؟ يعني في أربع أسماء دايما هي الناس بتتكلم فيها، كارين دي بيس بحكم إن ده مركزه الأساسي، الولد الحقيقة الفترات اللي لعب فيها يعني قال إنه يعني في قماشة كويسة، محتاج خبرات أكتر، رايح يلعب أولمبياد في باريس، فقماشته وخامته ومركزه ده دي حتته. كريم فؤاد اعتمد عليه او شاف الراجل فيه في ماتشين نهائي دوري الابطال ان هو ده البديل المناسب. عندي مع العوده للدوري عمر كمال في وقت من الاوقات، طبعا بما انه ما كانش مقيد افريقيا، لعب قبل كده باك شمال، واحده من الاوراق برده المهمه. وعندي احمد نبيل كوكا اللي توظف في بداياته في الجبهه الشمال او باك شمال مع النادي الاهلي. من وجهه نظرك مين الافضل بالترتيب كده في المركز؟ عمر عبد الواحد، عمر كمال نمره واحد، كريم فؤاد ولا كريم دبيس؟ لا كريم فؤاد وبعدين كوكا، وبعدين كوكا بحكم خبرته الافريقيه، ايوه، ثم كريم دبيس على اسم كريم رايح اولمبياد مع الاولمبياد مش هيبقى أولمبياد. تركيزه وفي فتره هتبقى انت طيب. السؤال الثاني عشان بدايه يعني او تكمله الموسم، موسم اللي جاي هو الأصعب على الإطلاق مع استحداث بطولة انتركونتيننتال أو بطولة القارات اللي هتتلعب بنظام جديد مش بطولة مجمعة، ومع وجود نسخة كأس العالم بشكلها اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه في الفاصل، كبار أندية العالم كلها من كل القارات هتشارك فيها، ومع دوري الأبطال اللي انت تأهلت ليه بالفعل بحكم انك انت بطل النسخة الأخيرة، شايف المتبقي من الموسم ازاي؟ هل تراهن على انه بطولة زي بطولة الكأس فكر كده فيها زي ما كبار اوروبا ريال مدريد ومانشستر سيتي وعلى تجهيز صف تاني، اختبار تجربه جديده لشباب النادي الاهلي ونبعد عن القوام الاساسي للفريق والفريق يبقى بيلعب في بطوله الدوري، ولا على الاهلي ان يصارع في كل الجبهات؟ كولر نجح انه يخلي البديل زي الاساسي بالظبط، مفيش حاجه اسمها بديل ولا في تشكيل ثابت للفريق، في عناصر عمود فقري للفريق، قلبي جول، قلبي دفاع، واحد ديفندر، راس حربة، واحد من الأطراف، ده عمود فقري بالنسبة للفرقة. التكملة الباقية علي معلول في عمر هاني، ممكن يبقى فيه أكرم توفيق، ممكن يبقى فيه خالد عبد الفتاح، ممكن يبقى فيه أي حد بديل. في نص الملعب عندك عمرو السولية، عند إمام عاشور، عندك مروان، عندك أكرم، عندك كريم، مجموعة كبيرة جدا في نص الملعب، أحمد نبيل كوكا. فالمجموعة دي لما تيجي أنت زي سؤالك أنا بحترمه جدا، أنك أنت في كاس إيه المانع أنك أنت تلعب بفريق آخر؟ الفريق الآخر ده كله دولي، وبعدين برضو لعيبة النادي الأهلي مش هترتاح، أنت عندك 10 في المنتخب، يعني اللعيبه يعني ارتاحت يومين، انت مخلص ماتش السبت حد اثنين النهارده في المعسكر، ما خدوش يعني كان المفروض النادي يدي لهم خمس ايام. فطبعا المنتخب كله بقى مرعوب وخايف، فخدوا يومين فقط والنهارده بيشتغلوا
مع المنتخب. فكولر نجح ان هو كله يعني في عبد القادر، في رضا سليم، في مجموعه كبيره جدا موجوده، في طاهر، في اكثر من لعيب، وكلهم دوليين وكلهم ممكن جدا يبقى في فريق اخر يلعب ماتشات الكاس، يلعب. وفي مصطفى شوبير ممكن يطلع شباب صغير، ثلاث اربع لعيبه صغيرين، صغير. ما هم اللي عندك ما كل الفرقه كلهم صغيرين، ال 30 عندك. لا يعني مثلا لعيب زي معتز محمد مثلا، المساك ده الناس برضو بتقول انه ولد خامته كويسه جدا جدا، فزي ما احمد نبيل كوكا طلع، وزي ما كريم الدبيس طلع، حمزه علاء حارس مرمى منتخب اولمبي، مصطفى مخلوف ورا منه الحقيقه كله بيقول انه برضو حارس مرمى كويس جدا. وانت عندك بره عندك في رأفت خليل، وفي عندك اكتر من واحد بره برضو، يعني طبعا في الموسم اللي جاي ممكن يبقى ليهم دور، يتبص عليهم. لكن ماتشات الكاس انا ممكن العبها مش بالصف الثاني، بالفريق الاساسي بتاعي بس، وكلهم دوليين. صحيح، يبقى مفهوم. عندي وصلت النقطة يا كابتن عادل. أنا معاك لملف المنتخب الوطني. طب. شايف الأول تقييمك لبداية أو مرحلة بداية تولي حسام حسن المسؤولية إزاي؟ هل الأجواء مساعدة؟ هل الأجواء تخدم الجهاز الفني لمنتخب مصر، ولا شايفها أجواء موترة؟ وإلى أي مدى ممكن تأثر على مشوار المنتخب اللي جاي في تصفيات كأس العالم؟ والله خليني أقول لك إنه البداية كان مفروض جهاز المنتخب البطوله اللي هو دخلها ديت كان ممكن جدا ان هو يعتذر عنها. هو ما اعتذرش وصمم ان هو يلعبها. يعتذر عنها ليه يا كابتن عادل؟ يعني الراجل بقاله اربع خمس ايام علشان يلعب بطوله فيها تاني عالم، و أيوة. يعني باي منطق واي لسه ما شافش اللعيبه حتى، يعني تالت عالم النسخه الاخيره، وصمم ان هو يشترك في، يعني حتى في لعيبه محترفين جم قعدوا يومين ثلاثة بس ودخلوا في ومع ذلك أدوا أداء جاي، كسبوا الماتش الأولاني، وبعدين أعتقد الماتش الثاني مع كرواتيا كنت كسبان الشوط الأولاني 1-0 وضيعت جول بعديها انفراد. الشوط الثاني طبعا فريق قوي جدا ظهر على يعني كشر عن أنيابه زي ما بيقول، إنما تجربة غير فيتوريا. فيتوريا كان بيجيب فرق ناشئين ويلعب ويقول لك أنا فريق ما هو كسب بلجيكا برضه يا كابتن عادل، ده ماتش ودي. ماتش ودي ما دي بطوله وديه برضه. طب البطوله افريقيا انت دايما بتعرضني عارف؟ لا والله انا بس يعني بطرح وجهات النظر كلها. طب في افريقيا عمل معانا ايه؟ اي لا كان بيختار دايما اي مدرب تختبره كشخصيه لما يمسك فرقته يلاعب فرق اقوى منه، علشان دايما وانا بلعب فريق اقوى مني بتبان قدراتي وبتدي حافز للعيب بتاعي ان انا بلعب فرنسا، بلعب الارجنتين، مش بجيب موريتانيا الصف الثاني. لا امتى دي اعملها؟ في وقت معين ممكن، انما انا كمدرب منتخب لازم اجيب الفرق. وانت بتشوف المغرب بيروح يجيب فرنسا ويجيب بلجيكا ويجيب البرازيل. احنا هل احنا المدير الفني بتاعنا اللي بياخد مبلغ محترم ما ينفعش ان انا ابقى منتخب بلدي هنا بجيب اقوى فرق تعمل لي ايراد وتعمل لي بتخلي اللعيبه في حته تانية، العالم كله بيتفرج عليك، بتدي فرصه لتوزيع لعيبتك انها حد يشوفهم ويلعبوا في اوروبا. القماشه اللي مع كابتن حسام توصلنا كاس عالم؟ محتاجه تضافر للقوى، محتاجه تضافر، محتاجه برضه من ضمن الحاجات الجيده حضر في رمضان حوالي 90,000، كانوا 90 ولا 60,000؟ 90 في العاصمه 90,000 بيحضروا في رمضان، وكان في سحور واو لاخره، معنى كده انه في جمهور.